كما يعلم الجميع في شهر أبريل الماضي أحيت بلاك بينك مهرجان كوتشيلا 2023 كفنان رئيسي، ومؤخرا كان ديس الترند الجديد بين الجماهير. فبعد نشر مقطع فيديو لبلاك بينك وهم سعداء ومتأثرين بتحقيق حلمهم ظهر الأعضاء الثلاثة روزي وجيني وليسا يبكون من شدة الفرح، ولكن ركز المعجبين على ردة فعل جيسو. فعلى النقيض تماما من الأعضاء لم تبكي جيسو أبدا، وبدلا من ذلك استمرت في احتواء الأعضاء الآخرين حتى أن جيسو شعرت بالحر وأرادت تغيير ملابسها، ولكن لأن الأعضاء الآخرين كانوا ما زالوا يبكون لم ينتبه أي أحد منهم. ولهذا قال بعض المعجبين يبدو أن جيسو لا تمتلك أي مشاعر، ولكن قال البعض الآخر يبدو أن جيسو وصلت إلى أعلى مراتب النضج. وعلى الجانب الآخر ظهرت مؤخرا أخبار عن تعاون قادم يجمع كل من ليسا مع جاستن بيبر وكوكادو بي تي اس. وقد ظهرت تلك الأخبار بعد تسريب مقطع كان به صوت ليسا تغني مع كوكو جاستن بيبر، وبالطبع تعرف الجميع على صوت ليسا. ولهذا دعونا نستمر في انتظار تأكيد وكالة واجه الرسمي. ومن ناحية أخرى انتشرت العديد من المقاطع المضحكة لجيني أثناء حفل سيدني اليوم الثاني، ومنها رد فعل لجيني بعد مشاهدة لافتة مكتوب عليها من فضلك اعطي الكزبرة فرصة أخرى، ولكن يبدو أن جيني كانت لا تريد ذلك حيث قالت على الفور مستحيل. وفي مقطع آخر مضحك جدا عندما حاول أحد الفان إعطاء جيني دمية عارية لروزي. في البداية لم تفهم جيني ما هذا حيث استمرت في سؤال المعجب عن هذا الشيء، ولكن في النهاية قررت جيني عدم قبول الهدية، وربما يكون السبب شعر الدمية المضحكة وربما لأنها كانت عارية، إلا أن رد فعل جيني كان مضحك للغاية لأنها بدت خائفة منها. وفي نفس الوقت عرب البلينك عن خوفهم الشديد بشأن صحة جيني، فالمعجبين انتبهوا إلى أن جيني كانت تواجه صعوبة في التنفس عدة مرات أثناء الحفل. أتمنى فقط حصول جيني على الراحة الكافية الآن بعد أن عادت إلى كوريا الجنوبية. أخبرني في التعليقات ما رأيك أنت في تلك الأخبار، ولا تنسى الاشتراك في قناتي من أجل معرفة المزيد عن أخبار بلاك بينك. أراكم في المرة القادمة.